وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت إحالة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ أكثر من 56 مليونا و 742 ألف يورو لتطوير ساعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، إذ أن الدستور يفرض علينا التزاما صريحا في المادة 29 منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها. بدعو بمنتهى القناعة الحية وضمير الوطني مستريح للموافقة على هذا التشريع، وإن شاء الله اللجنة مستمرة في عقد جلسات قياس أثر التطبيق عشان نشوف إحنا موفين حق المواطن ولا لا. الحقيقة هو القانون التصالح الجديد قانون كويس جدا، وهيحل مشاكل كثيرة جدا الحقيقة، وهيعدل من أوضاع كثيرة جدا موجودة. نتمنى إن شاء الله أنه يقدر يحل هذه المشاكل. وعقب الموافقة المبدئية بدأت عملية مناقشة مواد مشروع القانون المعروض، حيث تم الموافقة على 7 مواد بصورة نهائية، ومن المقرر أن يواصل نواب المجلس مناقشة باقي مواد القانون في جلسة قادمة من أجل أخذ الرأي النهائي بشأنه.